وحول هذا الموضوع يسرنا يكون معنا عبر الهاتف سعادة السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون. مساء الخير سعادة السفير، وفي البداية يعني لو توضح لنا أهمية إنشاء مجلس التنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يأتي تأسيس مجلس التنسيق البحرين السعودي تأكيد على النهج الحكيم والتوجيهات السديدة التي أرسى أساسها المتين قارس البلدين الشقيقين سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدح حفظ الله ورعاه، وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه. أن تأسيس هذا المجلس الذي وقع محضر إنشائه اليوم أصحاب المعالي وزراء الخارجية البلدين هو انعكاس حقيقي على عمق العلاقات التنسيقية والاجتماعية بين البلدين الشقيقين، ويصور أتم آيات السلاح ووحدة الهدف والمصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين. ويهتم المجلس التنسيق البحرين السعودي بتنمية وتطوير وتعزيز كافة أوجه التعاون والتشاور والتنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك لتحقيق الأهداف الكاملة التي أنشئ المجلس على أساسها، وذلك في العديد من المجالات، ومنها التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والثقافية والسياحية والاجتماعي والبيئي وعدد من المجالات الحيويه الاخرى. يترأس اصحاب المعالي وزراء الخارجيه في كلاب البلدين مجلس التنسيق السعودي البحريني، ولاجل تفعيل اهداف المجلس وتفعيل اعمال المجلس وتوجيهات من اصحاب معالي وزراء الخارجيه، فقد تم وضع اليه لعمل المجلس التنسيق لدفع اوجه التعاون في جميع المجالات بين البلدين، حيث سيتفرع عنه عدد من اللجان التنسيقية المتخصصة في جميع المجالات التعاون الحيوي التي ذكرتها سابقا، وتضم هذه اللجان جميع الوزارات واللجان المعنية في كلا البلدين كل في اختصاصه بغية تحقيق الأهداف السامية التي أسس عليها هذا المجلس. نعم. لتظل علاقات التعاون والتكامل والتنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين مستمرة ومزدهرة في نموها الدائم في جميع المجالات الحيوية والهامة، وتجاه كل ما من شأنه أن يعود خير للبلدين والشعبين الشقيقين. نعم. نعم سعادة السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، شكرا جزيلا لك.